تكلمنا على اسعار الاضاحي وعلى هم الدنيا هذه، لكن ما تكلمناش على نقطه مهمه، هي ان الله عز وجل قال على المشط الرجيم، قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا الشيء غلاء الاسعار وغلاء المعيشه، والله بما كسبت ايدينا، بما كسبت ايدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الواجب علينا الا نرجع الى الله، والله تنزل علينا بركات من السماء.